اذا نسولف عن فلاح في مجال فلاح، من ملهمه فلاح؟ وش الشيء اللي يلهمك يا فلاح؟ انا ابيك تسولف معي بكل اريحيه. ترى السؤال هذا مو يعني مو مني انا شخصيا، يعني هذا من الجميع. فلاح، ابداع فلاح، وش الوضع؟ مستحيل يكون كذا. انا ادري ان الى الان في صار لك سنه ونص الى الان ما خلصت اعمال جايتك من زمان. وش اللي يلهم فلاح؟ انا كشاعر ابي شيء يلهم فلاح، اقول يا فلاح اكتب غن. وش يلهمك فلاح؟ رستم. وشو؟ رستم. من هو هذا رستم؟ شخصيه في خيالي دائما، شخصيه طفل صغير. انت تبيني اكلمك بالصدق؟ شخصيه طفل صغير يطالع فيني في كل مكان ولا يتكلم، لكن تشوفه من فتره فترة. يمكن كلامي هذا بيجي عليه تعليق كثير، لكن انت تبيني اجاوب لك باريحيه ولا بعد قلتها. طيب هذا انت مسميه الاسم هذا؟ انا ناديته رستم وطالع فيني ولا عاد صدي الى الان. حتى يوم سالتني السؤال تخيلت على طول، شفتك انا صرحت. طيب جاك من بدايه مجالك تقريبا؟ لا لا، الآونة الأخيرة. يعني كأنه صوت من وراك تسمع يقول لا توقف. ولا صوت ولا شيء، خيال قدامك، طفل عض إصبع صغير عليه كاب يطالع فيك ويعطيك حماس إذا ارتحت له. طيب في أيام تشوفه ما ترتاح لما تغني؟ لا كله مرتاح، يعني كله يعطيك يعني روح استمر. أكيد إيه. ترى هذه ممكن يعني يصير عليها كلام كثير وتعليقات كثيره، اكيد اكيد. بس انا شوف، انا حرصت انك انت تسولف كل اريحيه، كان يعني الحين هو معنا هنا في السيدي. شفته؟ تخيلته والله. انا شفتك صرحت شوي. اي والله، لكن جيبوا له كاس من القهوه دي. والله نطالب نواف الشهراني الاعداد، نواف الشهراني نطالب يجيب لنا رستم. ها رستم ناخذها هذه حصريه. رستم لازم ياخذ له قهوه بارده ولا حاره؟ لا حاره، كيف حاره. طيب فلاح،